عند كل مفترق سياسي تعود قضية الإسلام والتضييق على المسلمين إلى الواجهة، هذه المرة في السويد على وجه التحديد. المتطرف الدنماركي ذو الأصول السويدية راسموس بالودان أقدم على إحراق نسخ من القرآن الكريم مستفزا مشاعر المسلمين حول العالم. وفي شهر رمضان الكريم تحديدا نظمت حركة ستارم كورس المناهضة للهجرة والإسلام التي يقودها بالودان تجمعات ضد المسلمين في مناطق مختلفة، الأمر الذي تسبب بصدامات بين الشرطة والمتظاهرين المناهضين لهذه الحركة في عدد من المدن السويدية. ما يحدث في السويد اليوم والعنصرية الواضحة الممارسة ضد المسلمين هناك لا يمكن فصلها عن الواقع الأوروبي عامة والفرنسي خصوصا. مواقف اليمين العنصري بين السويد وفرنسا وعموم الدول الأوروبية تعيد إلى ذاكرة الطرية خطابات مشابهة أطلقها سياسيون مناهضون للإسلام تحت مسمى حرية التعبير، انعكست تضييقا للخناق على المسلمين في أوروبا. وبين شعارات معاداة الإسلام وتزامنها مع استحقاقات سياسية بارزة، هل نحن أمام اعتبارات سياسية أم دينية؟ فكثير من الحكومات الغربية حريصت دائما على إظهار نفسها مدافعة عن الحرية والحقوق، لكن بعضها غض الطرف عن ممارسات واستفزازات طالت المسلمين. سياق العنصرية هذا لا يمكن فصله عما يجري في فلسطين المحتلة، حيث يقدم الاحتلال نموذجا فاقعا للإساءة إلى المقدسات الإسلامية والمسيحية. وتوسع عنصرية اليمين يمكن أن يمثل الوقود الذي يغذي نار إسرائيل في وجه الفلسطينيين.